نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. صناعة الملابس أحد القطاعات الهامة التي حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ليحقق هذا القطاع الهام والذي يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل تطورا كبيرا في تقليل فجوة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المكون المحلي بنسبة كبيرة. ومع التطورات المستمرة شهدت صناعة الملابس الجاهزة خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورا كبيرا، وهو ما انعكس بالإيجاب في تراجع نسبة الملابس المستوردة الموجودة في الأسواق والتي انخفضت من 50% لتسجل 15%، وتمثل نسبة الملابس المتداولة في الأسواق 85% من الإنتاج المحلي. كان لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أبلغ الأثر في قطاعات الصناعة المختلفة، لتشهد صناعة الملابس الجاهزة طفرة نوعية وتحقق زيادة كبيرة في عدد المصانع، لتبلغ عدد مصانع الملابس الجاهزة المسجلة رسميا في مصر حتى نهاية 2022 8500 مصنع، كما بلغت العضويات الجديدة في غرفة صناعة الملابس الجاهزة 1700 عضوية جديدة. ليس هذا فحسب، بل ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية للخارج بنسبة تقدر ب 22%، وذلك طبقا لإعلان المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لتسجل صادرات القطاع 2.516 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ صادرات قطاع الملابس الجاهزة، ليغزو شعار صنع في مصر دول العالم المختلفة. من مصر عمرو موسى. شكرا عمرو موسى على التقرير.